سميتو الأجوبة ديال هاد ليزيكسبرسيون شفنا 7+2 هي 9 أونتي، 5 مضروبة في 4 هي 20 أونتي، 3 شابو 3 شو الثانية؟ مش عادي تسوي وي ثلاثة أوس كتساوي 27 27 أوس انت تبديلها اونتي سي اونتي أوس 7 ديف 3 شحال غتعطينا؟ غادي تكون اونتي بعدا مش غتعطي 7 غتعطي جوج أستاذ اونتي يعني تعطيك جوج فصيلة 3 هادو الفصيلة تعطي اونتي 10 مود 4 شحال تساوي؟ لا قسمت 10 على 4 شحال تعطينا؟ تعطينا جوج والباقي والباقي شحال؟ غتوتنا جوج اللي شيطان هي تا هي اونتي عندنا 4.5 مقسومة على 3 شحال هي؟ 1.5 غيال 1.5 غيال 7 مقسومة على 3 2.33 غيال 33 غيال 5+3 على 2 شحال 4 شو قال شي هضره اخرى شحال هي 6.5 6.5 على 6.5 حيت راه القسمة والضرب السبق الجامع والطرح حيت كاين عندنا البريوريتي ديال لي زوبيراتور كاين الأسبقية عند لي زوبيراتور ديال الضرب والقسمة الضرب والقسمة على الجمع والطرح وكاين مثلا البويسون السابقة عشان الضرب والقسمة ممكن واحد الترتيب ديال لي زوبيراتور وكاين مثلا الترتيب الكبير هو الاقوى ثم يتبقوا كلشي اللي بغيت نحسب هذه غنحسب هذا القسمه هي الاولى تكشو خرج ليها عاد نمشي للضرب الزائد يعني غتعطينا هنا 6.5 هي غتكون غيال هذه 3+5 على 2 من الاقوى عندهم هي 4 هي 4 الاقوى عندهم عنده الاقوى عندهم الاولويه الاولانيه يعني باش نكون الاقوس تنقسم دابا تنحسب داكشي اللي بين قوسين عاد ندوز لما باقي انا يعني غنحسب هنا 4 وتولي مقسومه على 2 تساوي 2 هي اونتي في هذه الحاله 3 كبر من او تساوي 6 وتعطينا فغي 3 كبر من او تساوي 6 لا لا صغار فوق فو غتعطينا فو هي فولز والتيب ديالها بوليان ولا لوجيك بوليان ولا لوجيك 9 مود 2 ايكال 0 9 مود 2 هي 9 راه باقي من القسمة ديال 9 على 2 بحال هكا غير قسمنا 9 على 2 وصلنا 4 ولا شو 0 9 مقسومة على 2 9 مقسومة على 2 بحال 4.5 4.5 يعني غتعطينا 4 والباقي مش حال حيت المود هذا لا مش زيرو واحد باقي جوج حيت فاش غتقسم 9 على 2 غادي يبقى لك واحد غتعطيك 4 والما باقي واحد واش واحد يساوي زيرو لا اذا النتيجه ديال هذيك ديال الاكسبريسيون كامله شنو هي يفو يفو وهي بوليان تايا أ كبر من ب نعم فغي لا ماشي فغي فو راه أصغر من ب راه أصغر من ب تايا بوليان فغي إي فو شنو النتيجة يمكن تكون أ إي بي صحيحة A et B. Et ça, c'est ce qu'on vrai. Les canons, ça oui. Là.
ماشي هي ا الاي لوبيراتور اي في اللوجيك تيكون صحيح بحال وحده الا كانوا بجوجهم فغي خاص تكون هنا فغي وتكون فغي الا في الحالات الاخرين كاملين راه النتيجه غلطه نعم يعني الا كانت عندنا فغي اي فو النتيجه شنو هي فو يعني هذا التيب بوليا فغي او فو إذا كانت عندها A أو B إمتى تكون غلطة باش هي إمتى تكون صحيحة إمتى تكون غلطة إذا كانوا بجوجهم غلطين إذا كانت فو فو عاد تكون غلطة في الحالات الأخرين وحدة فيهم فري ولا بجوج فري تكون فري باش تعقلها في الإي ولا أو الإي تكون صحيحة إذا كانوا بجوجهم صحاح الأو تكون غلطة إذا كانوا بجوجهم غلطين الحالات الاخرين العكس مثلا اي يمكن تكون غلطه اذا كانت وحده فيهم غلطه الاو غير تكون وحده فيهم صحيحه راه صحيحه العباره مفهوم يعني عندنا هنا فغي او فو النتيجه فغي فغي بوليا لو نو هي النفي هي الابا هي فو إذا كانت في الهاكس ديال فري هي فري يفو يفونا بوليا عندنا هنا لوبيراتور ديال كونكاتيناسيون تري والإي دوزا اش غتعطينا النتيجة تري دوزا تري دوزا مزيان عندنا سعود مود ثلاثة إيكال أن سعود مود ثلاثة مشحال سعود على ثلاثة مشحال غادي يبقى لنا يقسم سعود على ثلاثة مشحال الباقي زيرو زيرو سيد زيرو والزيرو يساوي واحد لا فو إذن غتعطينا هذا فو والتيب ديالها بوليان لو نو ديال فغي إي فو إلا قلنا فغي إي فو شنو النتيجة ديالها عطاتنا فو فو ولو نو ديالها هي فري يعني غتعطينا فري بوليان عندنا 4 و 0.5 الا قلنا عدد او 0.5 ولا اس 1 على 2 اش معناتها يعني نسوي له واحد على هو الجذر 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 المربع ديال داك العدد يعني بحال قلت لك شنو هو الجذر ديال 2 ديال 4 شحال ديال 2 غادي يكون التيب ديالها اون سي في هذه الحاله عندنا هنا 8 ديفيرون دو جوج اش غتعطينا فري ولا فو فري بوليا عندنا 4 صغر من 6 و 9 اكبر من 2 4 صغر من 6 واش فري هاد العباره ولا فو فري فري و 9 اكبر من 2 فري تا هي واش فري فري او فري اش غتعطينا غتعطينا فو غتعطينا فري 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 اه فري استاذ عندنا لونو ديال لونو ديال 5 صغر من 6 5 صغر من 6 غتعطينا فري ولا فو فري فري لونو ديالها هي فو فو لونو ديالها فري فري اذا النتيجة الاخرانية فري هي فري بوليا إذا كان أستاذ بالنسبة لونو إذا كانت لونو ديال لونو يعني كانت تتعلق غير بلا بالقيمه ديال داكشي اللي كاين وسط منه اييه النو ديال النو ديال سميتو بحال باش نوريكم بحال نقول ليه برانس سيكمبار بهذا الخط نديرو هذا نشوف واش عندنا برانس نوتس النوتس ديال كبر 5 صغر من 6 نترو 5 غتعطينا 5 صغر من 6 فري النو ديالها فو والنو ديالها فري الا زدت واحد النو اخرى غتولي فو غتعطينا فو يعني وحده زدتي على الاخرى تنفيها النص ديال النص ديال النص ديال هادي تعطيك فري فو فري مهم هادي بينا ندوزو ليكزيرس الاخر دابا العكس
عندنا الكونديسيون غادي شوف خصنا هاد التمرين هذا اللي نخدموه الشيء اللي فيه غادي نخدموه فاش غندوزو للتريتمون كونديسيونيل حيت دابا تيكون شي تريتمون مرتبط بشي كونديسيون دابا ندير كونديسيون كيفاش ندير ليكسبريسيون صبر على داك الكونديسيون ماشي عندك ليكسبريسيون غتعطيني النتيجة عندي انا لي كونديسيون وبغيت ليكسبريسيون اللي تعطيني لي كونديسيون بحال مثلا قلت لك بغيت نفيريفي واش الان واحد الرقم ان واش بوزيتيف شنو هي ليكسبريسيون اللي غنكتب باش نشوف واش هذاك العدد موجب باش نقول عدد موجب شنو هي الشرط شنو هي ليكسبريسيون غنكتب ان كبر من او تساوي زيرو هي ليكسبريسيون بالنسبه للوردين هذا بغيت نعرف واش عدد موجب تنقارنوه مع الزيرو الا كبر كان كبر من او تساوي زيرو راه موجب كان صغر من او كان صغر اتاتو تساوي واحد الزيرو راه موجب وسالب في نفس الوقت راه سالب الا بغينا نقولوا نيجاتيف عدد سالب اشنو هو ليكسبريسيون العكس ديال هادي الا كان موجب اشنو الا كان سالب اشنو هو ان اش خاص يكون الشرط ديالو ان اصغر او يساوي زيرو ان اصغر من او تساوي زيرو هي هذيك الا بغينا نقولوا واحد الرقم ان اي ديفيزيبل باغ ام وبغيتنا نفيريفي واش واحد الرقم ان قابل للقسمه ديفيزيبل هي قابل للقسمه على ام الا بغيت مثلا نفيريفي واش السعود قابل للقسمه على 4 كي غندير لها خاص تكون ان كبر من ام بعد هذا الشرط الاول ما تهمش كبر ولا صغر بغيت نفيريفي واش قابل ولا ما قابلش كبر وصغر ما تهمناش الا بغيتي تعرف انت الرقم واش قابل للقسمه على رقم اش دير تتشدد القسمه تدير 4 تسعود على 4 تاخذ تعطيني 2 2 في 4 8 8 ناقص خذ تبقى لنا 1 1 هنا في اللوغيست اذا هذه غير السعود غير قابله قسمه على 4 الا قلت لك مثلا 8 واش قابله قسمه على 2 تدير 8 لا لا اختي يعني القضيه عندها علاقه مع الموديلو ها فهمتي اذا شنو بغيت ندير اكسبريسيون نقول واش هذاك الرقم ان مود ام واش تساوي زيرو إذا كانت تساوي زيرو الباقي من القسمة ديال ان على ام يساوي زيرو ألوغ ان قابل للقسمة على ام يعني ديفيزيبل باغ ام إذا ما كانش تساوي زيرو إذا ماشي قابل للقسمة على ام مفهومة؟ نعم الشروط زعما مثلا غنبقى نتيستيو واش رقم تيقبل القسمة على رقم آخر فهاد الحالة الأخرى راه غير التطبيق ديالها واش واحد الرقم ان قابل للقسمة على جوج على جوج يعني ان موديلون جوج إيكالا زيرو إلا اش مود جوج إيكالا زيرو إلا كان يساوي زيرو راه قابل للقسمة على جوج إلا كان ما تساوي إلا ما كيساوي زيرو راه غير قابل للقسمة على جوج الأخر ليكسبريسيون الكونديسيون أخرى ان واش عدد فردي باش نعرف واش عدد فردي ولا عدد زوجي شنو هو الشرط يعني غنشد هذاك الرقم ان ونقسمو على جوج بعدا عطانا شي حاجه هنا الا كان الباقي واحد راه فردي امبير الا كان الباقي زيرو راه بير يعني عدد زوجي فهمه يعني نقسم على جوج الا كان الباقي واحد راه فردي الا كان الباقي زيرو راه زوجي يعني بغيت نتست واحد الرقم واش امبير يعني غادي نقول له هذاك ان موديلون ديال العدد يساوي واحد ما ديال جوج ايغال واحد وهذا بير ان مود جوج ايغال زيرو وقدر هذا تقول له واش ايغال ولا ديفيرون زيرو اللي بغيت نقول مثلا واش امبير قدر نقدر ندير شرط اخر ندير هنا ديفيرون ديال زيرو يعني الا قسمت على جوج الباقي من قسمه على جوج مو يخالف صفر هي صحيحه يمكن ندير صحيحه دابا الشرط الاخر بغيتنا نفيريفي واش واحد الرقم تنتمي لواحد المجال
بغيت نشوف نفيريفي واش الرقم ان ينتمي لمجال 0-20. ما كاينش باش نقول لو غادي نطبق بطريقه مباشره هذا الرقم راه كاين في هذا المجال. اشنو هي هذا تنتمي المجال بالنسبه اللي كيفاش نترجم له غير باش دي زوبيراتور اللي عرفنا دابا عرفنا زوبيراتور ا زائد ناقص مضروبه مقسومه وشفنا اصغر واكبر واكبر يعني ما عندناش شي حاجه تقول تنتمي ما عندناش هذا الرمز هذا ما عندناش هذا لوبيراتور هذا اذا خاصنا نترجمه بطريقه اخرى باش نقول تنتمي المجال 0 من 0 ل 20 يعني هو داخل الرقم ان راه كبر من او تساوي 0 وهذا ان صغر من او تساوي 20 وبيناتهم واش الاي ولا الاو الاي الاي يعني تيكون هذا الرقم صغر كبر من 0 وفي نفس الوقت صغر من 20 نعم هي هذه يعني هنا الاكسبريسيون ديال ينتمي للمجال 0-20 هي هذه والسؤال اللي موراه n'appartient pas l'axe ما تنتميش للمجال كي غنترجمها يعني تنديرو لون نقدروا نديروا سول لون ديال داك المجال يمكن ممكن تخدم النوت يعني ما بغيناش النوت في هذه الحاله بغينا نقول واحد الرقم لا ينتمي للمجال 0-20 شو يعني هذا يعني هذا الرقم هذا عندنا داك المجال 0 عندنا 20 هنا داك الرقم ان فين غادي يكون من المولان فين الزيرو اي غادي يقدر يكون في هذه الجهه ويقدر يكون في هذه الجهه اذا كيفاش نترجمها غادي نقول ان صغر قطعان من زيرو ولا ان كبر قطعان من زيرو وبيناتهم الاي ولا الاو الاو استاذ دابا الاو لان ما يمكنش يكون الرقم كبر ما صغر من زيرو في نفس الوقت كبر من 20 اما راه تقول اما هذا العدد راه صغر من زيرو واما هذاك العدد راه كبر من 20 اذا بغيت نقول تنتمي للمجال يعني هذاك الان اذا قلنا تنتمي للمجال يعني كاين في هذا المجال يعني صغر وكبر كاين الاي هنا اذا بغيت تكون تنتمي ديال الاي اذا بغيت تكون تنتمي ديال الاو يعني اما كاين في هذا الجه ولا كاين في هذا الجه غترد البال كيفاش تترجم انت الهضره شكون ما تنتميش للمجال اذا اما في هذه الجهه ولا في هذه الجهه وين تنتمي للمجال الا قلنا تنتمي للمجال شنو هي يعني كاين اكبر من هذا الرقم وصغر من هذا الرقم مفهوم ندوزو للكونديسيون اخرى بغينا نفيريفي واحد الحرف واحد الكاركتير واش رقم واحد حرف س بغيت نعرف واش رقم باش نعرفوا راه رقم يعني هذاك الحرف غير ما يساوي 0 ما ا ما 2 ما 3 ما 4 ما 5 ما 6 9 راه نفس القضيه كيما شفنا 0 ل 20 حتى هو مجال وقلنا الحروف بالنسبه للغة ديالنا راه ارقام وبالنسبه لي كاركتر ممكن نخدم لي زوبيراتور دو كومباريزون ديال اكبر واصغر يعني بغيت نترجم هذا ان كاركتر نقول لي هاد السي تنتمي للمجال 0 الكاركتر 0 حتى الكاركتر 9 بحال هكا اللي بغيت نترجمها بطريقه اللي شفنا قبيله غنقول السي كبر من او تساوي الكاركتر 0 اي السي صغر من او تساوي الكاركتر 9 بنفس الهضره ديال قبيله غير ما يخلعكش انه راه حرف راه حرف بالنسبه للغه ديالنا هو رقم ممكن تقارنهم نفس القضيه واحد ليتر وراه مينيسكول اللي كانت مينيسكول اش ثاني تنتمي لش من المجال من ا حتى زد صغار اي يعني تنتمي للمجال من ا حتى زد ونديروا نفس الطريقه اللي درنا دابا ا زد صغيره ماجوسكول نفس القضيه تنتمي للمجال ا كبيره زد كبيره ونديرو خلاص ديك اكبر قطعان من او تساوي واصغر قطعان من او تساوي بغينا نفيريفيو من الحوايج اللي نخدمو بزاف في البروغرام واش هي هذه
نفيري في واحد لاشين اس واش خاويه حيت دابا مثلا فاش تمشي تشجب شي سيت ثم تيطلب منك السميه والكنيه وكذا شي معلومات من بعد فاش دير فاليدي داك الفورمولا اللي استعمر تسمى الفاليداسيون دابا فاليداسيون ديال السيزي خاصني فيريفي واش عمرتي ولا ما عمرتيش الحوايج كيما هما من الحوايج اللي تنفيريفيو عندك ما تكونش عمرتي شي بلاصه مثلا قلت لي كتب لي السميه وما كتبتيهاش فهمتوا يعني باش نفيريفي انه واحد لاشين خاوي ولا ما خاويهش كيفاش غادي نفيريفي اللي كانت خاويه ثاني يعني ديك الاس اش تساوي اللي كتخاوي تساوي الشين خاوي شين خاوي قيومي تحلات وتسدات نعم قيومي تحلات وتسد يعني شين خاوي بغينا نفيريفي واحد الفاريبل بي واش فري شنو الكونديسيون ندير نفيريفي باينه ندير بي واش بي ايكال ايكال فري بحال هكذا بي ايكال فري نفيريفي واش ايكال فري ديما سامبل نتمنى هادو غادي نحتاجهم فاش ندوزو للتريتمون كونديسيونيل خصوصا مثلا نفيريفي واش بير ولا امبير واش هذا قابل قسم على هذا واش هذا هكذا ولا ما شي حوايج غادي نخدمو بهم بحال الطرق هذا لان فاش التريتمون كونديسيونيل مرتبط بشرط وداك الشرط اللي تيكون عندك انت في الحياه في البروبليم ريال خاص ترجمه بواحد الطريقه بحال الشكل دي زيكسبريسيون يعني تكتب واحد العبارات اللي تمثلوا داك الشرط اللي عندك انت في الواقع مثلا باش نقول واش رقم زوج ولا فرضي بالنسبه للغه انا ما تنقولش شوف لي واش بير ولا امبير تنقول واش قابل القسم على جوج وخلاص باش نقول لي قابل القسم على جوج نقول الموديلو تنهضر معاه بالموديلو لو غادي نتاو تشوف انت راك تشوف كنت تقارن غير بين واش الباقي من القسمه يساوي 0 ولا ما تساويش 0 واخا ما عارفش راه تي فيريفي واش بير ولا امبير بالنسبه لو غادي نتاو ما عارفش راه باغي تشوف واش بير ولا امبير تيشوف كانه سولتي واش الباقي من القسمه يساوي 0 اذا كان الباقي من القسمه يساوي 0 دير هادشي الا ما كانش يساوي 0 دير هادشي فهم نعم ندوزو لي كونستانت لي كونستانت هما واحد النوع ديال لي دوني لي لا فالور ديالهم ما تتبدلش في البروغرام ما تبدلوهاش ثابته مثلا الا بغينا كان عندنا حساب جيومتريك ولا تريغونومتريك الحسابات المثلثيه اللي فيها الكوسينوس والسينوس وديك التخربيق عندك بي 3.14 واش 3.14 عمرها تبدل ولا ثابته اذا غير فاش غنديكلاريها في البروغرام ديالي نديكلاريها كانت كونستانت بلا ما نديكلار كافاريابل ممكن ديرها كافاريابل وتعطيها لا فالور 3.14 ممكن ديكلاريها ككونستانت وتخدم بها بلا ما قادير 3.14 في كرقم قادير السميه ديالها بي في مكان بي مثلا بغيت نحسب موحد ديال الدائره غادي نقول ليه سيركونفونس الاخر بيريمتر ديال الدائره يساوي سميتو بي دو مضروبة في هاديك بي وتعطيك هو مضروبة في ار مضروبة في الشباع غنخدم بلاص ما نكتب ليه جوج مضروبة في 3.14 بحال هكدا غنكتب ليه جوج مضروبة في بي مثلا التيفيا في المغرب عندنا فيكس راه ديما خاصو 20% بلاص ما غندير في الحسابات ديالي في البروغرام مضروبه في 0.2 في مكان محتاج التيفيا تنديرها تنديكلاريها ككونستانت ونعطيها لا فالور 0.2 باش عاوتاني من بعد الى تخيل مثلا مع الوقت جا واحد القانون بدلنا القيمه ديال الضريبه ديال التيفيا في المغرب بلاص ما 20% ما طلعت 25% ما نزلت 15% الوقت بلاص ما كنقلب في البروغرام ديالي في مكان 0.2 يورو بلاص مثلا في 0.15 ولا هكذا غادي نجي واني نبدلها غير في انا نبدلها غير في الديكلاراسيون مزيان غادي نجي غير الديكلاراسيون نبدلها بلا ما نقعد نصدع راسي مع في مكاين 0.2 نبدلها قدر ننسى هنا قدر ننسى هنا كيجي عاوز نديكلارهم في لي كونستانت ونخدم بسميت لي كونستانت وصل البروغرام من بعد الا تبدلات لا فالور تبدلت اكسترن ماشي في البروغرام
تثبتات الشروط ديال ديال البروغرام ديالك مثلا داك السيد اللي تديفلوبري قال لك السيد راك كنخدموا بالتي في وكذا في المغرب وين راه بغيت البروغرام ديه لفرنسا يخدم وين فرنسا عندهم تي في تخدموا قد في تي في انا راه نقول لي نخلي البروغرام كما هو نجيب الكونستانت ونبدلو القيمه ديالها وحنا خدامين مثلا في فرنسا ولا في بلجيكا ولا شي دوله واش من قيمه عندها في تي في فهم ولي كونستانت عندهم نفس القواعد بالنسبه للسميه يعني السميه تبدا بحرف في غير حروف ارقام خاص ما يكونش مو ريزيرفي نفس القواعد اللي كاينه عند لي فاريابل الفرق الوحيد هو انه ما يمكنش تبدلوا القيمه في الطريق باش غات اكزيكوتو البروغرام ما يمكنش تبدلوا القيمه خاصك ديك القيمه تعطيها من الديبار وصافي وخدمها يعني تيكون بحال اون ليكتور سول صافي تعطي غير القيمه من الديبار ومن بعد هذاك الكونستانت غادي تقرا منها ما يمكنش تكتب فيها فهم نعم ندوزو دابا لي انستركسيون دو باز كاع لي لونغاج دو بروغراماسيون عندهم واحد المجموعه ديال انستركسيون تعرفهم واحد المجموعه ديال التعليمات يقدر يخدموا بها مختلفين من لونغاج دو بروغراماسيون لونغاج دو بروغراماسيون وين كاين عندنا حنا ثلاثه كاع كاينين في لي لونغاج باش نشوف التليفون نكملو بالنسبه لي دانستركسيون دو باز اللي كاين كاع في لي لونغاج دو بروغراماسيون كاين عندنا لافيكتاسيون اللي هي باش نعطي واحد لا فالور لواحد الفاريابل سورتي وان افيشي فليكرون شي حاجه ولونتري هو باش نقرا من الكلافي شي حاجه شي فاريابل مثلا غادي نقرا واحد لا فالور من الكلافي ونعطيها للفاريابل ثلاثه ديال الانستركسيون كاينين كاع في لونغاج دو بروغراماسيون هما باش غنبداو هاد فاش غدوز لونغاج دو بروغراماسيون كاين كل لونغاج عشان عندها واحد المجموعه ديال الانستركسيون تعرفهم تيختلفوا من لونغاج لونغاج واني كاملهم مشتركين في هادو وما لي انستركسيون دو باز نيت يعني الحوايج الاساسيات اللي كاينين في كاع لي لونغاج هي ثلاثه ديال الانستركسيون غنشوفهم وحده وحده غنشوفوا لافيكتاسيون لافيكتاسيون هي غنشد واحد الفاريابل ونعطيه واحد الفالور وهاد الفالور تتكون سو فورم ديكسبريسيون واحد العباره تنحسب شحال فيها وفي الاخر تنعطيها الفاريابل هنا ديكسبريسيون تكون اريتميتيك ولا لوجيك ويقدر يكون غير فاريابل وحده وان لي افيكتاسيون تدوز من جوج مراحل تنشوفوا الرمز ديالها هو السهم غادي لهاد الجهه اغلبيه ديال لونغاج لافيكتاسيون هي تساوي اغلبيه ديال لونغاج تخدمو يتساوي لافيكتاسيون تدوز من جوج مراحل اشنو كاين قبل اللي صار ديال الفاريابل هو اللي صار ديال لافيكتاسيون هو الفاريابل فين باغي نحط فين باغي نحط القيمه والجي اخرى ليكسبريسيون ليكسبريسيون العباره تدوز من جوج مراحل العباره اللي عباره نحسبها تندير ايفالياسيون
ديال داك ليكسبريسيون حتى تعطيني واحد الفالور، تعطيني ديك القيمه، وديك القيمه اللي عطاتني عاد نحطها في الفاريابل، في الفاريابل. يعني فاش نجيو للبروغراماسيون ونقول ليه مثلا A غوسوا A بلس 5 وفي لونغاج دو بروغراماسيون غنكتبوا A تساوي A زائد 5، واش عندها منطق؟ لا. علاش؟ غتقول لي غادي نختزل ب A هو تعطينا 0 يساوي 5 ياك. شو غتقول؟ غتقول ماشي كلش نخدموا لافيكتاسيون، لافيكتاسيون نشوفوا اشنو كاين على اليمين نحسبوا هو الاول، نقول لا فالور دو A في البدايه، A في البدايه تساوي 6. اش غيدير؟ غيدير 6 زائد 5، 6 زائد 5 شحال هي؟ 11. هذيك 11 عاد شديتي دير في الفاريابل A، عاد باش يتسجل في الفاريابل الاولاني. عاد الفاريابل يعني داكشي كاين على اليمين نحسبوها بعدا عاد ندوزو على اليسار، ماشي بحال ماط نقولوا هادي تساوي هادي، ماشي تساوي، حسب داكشي على اليمين حطات وتسالي الحساب ديالو عاد تحطها في اليمين، عاد تحط في اليسار في الجاليسريا، ولا ولا فالور اللي عطاتك الجهه اليمنيه خاص تكون من نفس النوع ديال الفاريابل، خاص تكون من نفس النوع. ما يمكنش واحد الفاريابل يكون اونتي ونعطيه مثلا واحد الفاريابل نقوله A اونتي ونقوله يساوي S زائد M، لأن هذا تيب شندو كاركتير وبغيت نافيكتيها الفاريابل تيب اونتي، ما يمكن ما تستقبلهاش لونغاج دو بروغراماسيون، بسنا إذا كانت لونغاج دو بروغراماسيون دو تيب ديناميك، كاين اللي عندهم تيب ديناميك تي شانجي تيب على حسب الفالور اللي عطيتي اخر فالور عطيتيه، مثلا بدلتي ليه عطيتي واحد الاكسبريسيون تعطي اونتي غادي يحول راسو اونتي، عاود من بعد رديتيه ريال يرجع ريال، رجع رديتيه شندو كاركتر رجع شندو كاركتر، رديتيه طابلو رجع طابلو، بحال باور شيل، باور شيل من لي لونغاج لي ديناميك، ولا البي اتش بي تايا ديناميك على حسب اخر فالو عطيتيه، ولا على حسب اخر فالو تيبدل التيب، يمكن يبدل التيب في اي لحظه، ولكن اللونغاج اللي عندهم التيب ديالهم فيكس بحال السي ما يقبلكش انه دير لافيكتاسيون ديال التيب مختلف، هو اللي غنحترمو في الالغوريثم، يعني ما يمكنش تافيكتي واحد ليكسبريسيون النتيجه ديالها مثلا شندو كاركتر تافيكتي الاونتي ولا العكس، ولا بلا ما نهضروا على دوك الكاستين وكيفاش تشانجاو التيب للتيب، نفترضوا انا ما كاينش راه وين راه كاين حاله فاش ممكن تبدل التيب للتيب جابو تدوز اوتوماتيك، وين في حاليا لحد اللحظه بعد تعتبروا انه خاص يكون في نفس التيب، مفهوم؟ لافيكتاسيون هو نشوف الجهه اليمنيه نحسبها حتى نسالي حتى تعطيني لا فالور عنديرها في الفاريابل اللي تكون على الجهه اليسرى، ما هو هاد العبارة ديال A يساوي A زائد واحد في البروغراماسيون عندها منطق فري، وكاين مثلا الاختلاف كاين حوايج في المط ولا البروغراماسيون كاين اختلاف، إذا درت في البروغراماسيون A هكدا باش نمشي، إذا درت جوج وجوج هكدا شنو تاني؟ لأن A جوج يخالف جوج اش غتعطيني في القيمه ديالها في البروغراماسيون، في البروغراماسيون يعني هاد الرمز هذا علامه التعجب ايغال غير باش هذا اكزومبل باش تفهموا حيت كثير يخالف، اذا هادي فو النتيجه ديال فو، وين في الماط جوج واش تساوي جوج؟ يدرنا جوج علامة التعجب بالنسبة للماط هو الفاكتوريال، هي جوج مضروبة في واحد، هي جوج والجوج يساوي جوج، أفري يساوي جوج أفري، يعني راك كتابة تيبان لك في الماط راه صحاح وفي البروغرام صار غلطان والعكس، حيت علامة التعجب إيكال بالنسبة للبروغرام يخالف، وإني علامة التعجب في الماط هي الفاكتوريال. نعم
هذا غير اكزامبل ماشي ما عندوش علاقه مع المشكل اللي عندنا هنا نيشان. المهم تما شنو في لافيكتاسيون عقلوا راه كاين عندها جوج عمليات لي فاريسيون ديال اكسبريسيون اون بلاص اون بلاص لا فالور عطانا اكسبريسيون في الفاريا. غندوز دابا ليكزامبل باش تفهموا مزيان لافيكتاسيون. عندنا دابا واحد الالغوريثم سميتو كالكول. عندنا لو موك لي الغوريثم من بعد سميتو كالكول من بعد ديكلاريت كات فاريابل ا فيرغول بي فيرغول سي فيرغول دي دو تيب اونتي. فاش يكون لي فاريابل نفس التيب بلاص ما ندير ممكن ندير ا اونتي ونرجع للسطر وندير بي اونتي وندير سي اونتي وكذا وممكن نلخصهم بهذه الطريقه هذه. راه بجوج الكتابات بجوج صحاح. تدير دوبي من بعد تجي لي انستركسيون ديالك التعليمات اللي عطيتي البروغرام. التعليمات اللي عطيتيه قلتي ا غصوى 10 بي غصوى 30 سي غصوى ا بلس بي دي غصوى سي مضروبه. قال لك ليكزيرسيس عطاني لي فالور عطي لي فالور لو لون دو بروغرام في كل انستركسيون شحال غتكون لا فالور ديال ا بي سي دي. فاش ديكلاريت لي فاريبل في البدايه واش عندهم شي فالور واش عندهم شي قيمه؟ نو عطينا بلا غير ديكلاريتهم يعني ما عندهمش قيمه. في اغلبيه لو لونغاج ما عندهمش قيمه. كاين لونغاج فاش ديكلاري فاريبل تعطي مثلا زيرو وكاين لونغاج اللي ما تعطيهمش قيمه. ان في اغلبيه لونغاج ما عندوش قيمه يعني فاش ديكلاريت الفاريابل ما عندوش قيمه. امتى غتكون القيمه هنا احسن افيكتي لي شي حاجه مثلا ا غصوى 10 الا غنمشي لاكاز فاش كاينه ا ديال ا ندير 10 10 الاخرين واش عندهم قيمه؟ لا ما عندهمش باقي ما عندهمش قيمه. السطر الثاني بي غصوى 30 يعني ا باقي ال10 دايره فيها بي بي 30 الاخرين ما عندهمش قيمه ما عندهمش قيمه. سي قال لك ا بلس بي يعني بقى ال A عندها 10 B عندها 30 C قلك A plus B هي 10 هي 40 و D باقي ما عندهاش. و D شنو عندها؟ الأخرى عندها A 10 و B 30 40 و الأخرى شحال هي C مضروبة في A هي C 40 مضروبة في A هي 10 هي 40 يعني النتيجة الأخرانية هي هي 10 30 40 400. نجربو نشوف فعلا اش يعطينا. ما تهمناش دابا البيتون راه غير ندير لكم التيست باش تفهموا البيتون باقي غادي نجيو ليه غندير واحد بروغرام بالنسبه للبيتون مثلا ديكلاروش لي فاريابل باش ندير لكم مثلا خدمهم نديرو ا يساوي 10 بي يقلك 30 الى بقيت عقل سي ا بلس بي و D يساوي C مضروب في A. نافيشي دابا هاد لي فاريابل A A B B و D ذكرى بس شي حاجه ماشي هي داك عندنا ليك ان فاليد دو بوين درتها على برا درتي ديكلاراسيون ولا باش دير ديك غير دو انا غير دو بوين دو بلاي باش تسد من مورا النقطه بس راه لا خاص واحد فيرغول هنا فيرغول خاصه ا 10 ب 30 سي 40 و 400 شنو وصلنا له يعني فعلا كل سطر تبنى هذا الاخر تسمى لاطراس ديال البروغرام البروغرام سطر بار سطر. غومارك لي فاريابل نيميريك نو سون با فورسيمون انيسياليزي ا زيرو اغلبيه البروغرام البروغرام فاصله ورا لا صافي قد تقدرك نسيت واحد الفاصله هي اللي كانت خاصه واحد الفاصله. بالنسبه لي فاريابل نيميريك ما تتينيسياليز ما تعطيهمش زيرو اغلب هاد اللونغاج ما تعطيهوش زيرو وكاين لي لونغاج تعطيه زيرو الا فغي ديكلاري تعطيه فالور كاين اللي ما تعطيهش فالور وكاين بحال لونغاج سي يقدر تعطيه فالور من عندها على حسب شنو كان في الرام في ديك الساعه فاش خديتي هذيك البلاصه من الرام تعطيك واحد القيمه شويه اذا درنا لونغاج سي تعطي قيمه شويه. وزعما تفترضوا ما حد ما عطيتيش فالور
عطات شي واحد القيمه بلا فيكتاسيون ولا تقرا من الكلافي ولا شي حاجه راه الفاريابل ما عندوش لا فالور ديالو ما معروفاش انكوني. غنشوفوا دابا نفس الطريقه غدي 4 ديال خاصني واحد الدي هنا نزيدها دو تيب بوليان هذيك ا في البدايه واش ا بي سي دي عندهم دي فالور ما عندهمش غادي نمشيو حتى لهذا السطر هذا ال ا ايغالا فري فري ال ا فري غنعطيها فري وين الاخرين باقي ما عندهمش فالور بي ايغالا فو يعني ا باقي عندها فري فو والاخرين ما عندهمش سي غوسوا ا بلو اي بي يعني فري اي فو شنو عطانا فري فو بلاش فري اي فو فغالي اللي تكون صحيحة إلا خاص يكون بجوجهم صحاح في الحالة الأخرى أنا غلطة الأخرى ما عندهاش فالور الأخرى غتعطينا فري فو فو واش غتكون الأ أو بي يعني فري أو فو واش غتعطينا في النتيجة فري فري إذا النتيجة الأخرانية ترو فولس فولس ترو غنجربوها أنجي هكذا ندير ا ايغالا ترو واحد بجوج كان ترو ا بي ايغالا فالز سي ايغالا ا اند بي يعني الاند ودي ايغالا ا اور ب اور ب والباقي هو بحال التمرين الاول غادي نكوبي هذا السطر هذا نعم انا نفس السطر انا غير افيشي كوري ون افيشي الرزدا عندي فري فو فو فري داكشي خرج لنا قبيله ترو فولز فولز ترو اذا الجواب صحيح نعم اندوزو الاكسبريسيون ديال السورسي الاكسبريسيون السورسي هو باش نكتب في ليكرون نكتب شي حاجه تنكتبو اكريغ من بعد تنديرو بين قوسين واحد الاكسبريسيون الاكسبريسيون فيها العباره اللي بغيتنا افيشي في ليكرون يقدر يكون فاريابل يقدر يكون رقم يقدر يكون ميساج يقدر يكون كومبينيزون ديال بزاف د الحوايج هاد اكزومبل مثلا عندنا هنا واحد فاريابل ا ايغال 5 بي ايغال 2 اس ايغال مسيو الى درت اكريغ ا غادي افيشي لي لا فالور دو ا يعني في الحاله غادي افيشي ليا 5 الى درت اكريغ لا فالور دو دو ا اي دو بوين ودرت بين ليغيومي الحاجه اللي كاينه بين ليغيومي تكتب كيما هي لان اش عطانا النتيجه هنا لا فالور دو ا اي دو بوين وين هاد ا معزوله اش غيدير ا شحال هي 5 غادي يكتب لك 5 يكتب لي ا فيرغول زائد بين قوسين بي تساوي بين قوسين فيرغول ا بلس بي اش عطانا النتيجه غادي يكتب لي ا لي لا فالور ديالها 5 زائد كاينه بين ليغيومي اذا غنكتبها كيما هي بي غادي نشوف لا فالور ديالها بشحال هي 2 تساوي كاينه بين قوسين بين ليغيومي غيديرها تساوي تساوي غادي يكتب لنا وهذه ا زائد بي غادي يحسب هذه اكسبريسيون غادي يحسبها يعني 5 زائد كذا غتعطينا 7 غادي افيشي ليها 2 زائد 5 زائد 2 يساوي 7 هنا كاينه اكريغ بونجور ومع اسباس فيرغول اس غادي يكتب لي بونجور كيما هي مكتوبه بين ليغيومي بونجور غادي نديرو اس قلنا يا مسيو و افيش نجربوا هذا الشيء اللي مكتوب هنا واش واش فري عطينا نفس النتيجه ها نديرها بس خاص نخرج من البلوك باش نكري بلوك جديد عندي غير كلا ا يساوي 5 ب يساوي 2 اس ايجال بونجور مسيو
الاولى قال لك افيشي ا آه. بالنسبه للبيتون اكريغ يا برنس اس ا آه. غادي افيشي ليفل دو ا آه. اذا سي بيزيكوتي غادي افيشي لي 5 الاخرى برنس لا فالور دو ا آه. اي دو بوين فيرغول ا آه. غادي افيشي لا فالور دو لا دو ا اي 5 غادي نافيش اخرى برنس ا فيرغول زائد فيرغول بي فيرغول ايغال فيرغول ا بلس بي غادي افيشي لي 5 زائد 2 يساوي 7 ما يخش الناس واقيلا اللي بغينا وكاينه مجم بونجور مسيو نعم داك الخير قنوس اخرى بونجور مسيو غندير برانس بونجور اس غادي افيشي ليها بونجور مسيو صافي النتيجه هي ديك باش تكتب بين قوسين ندير ليكسبريسيون يمكن تخلط اللي بغيتي كتاب مع اكسبريسيون في هذه الحاله عندنا اكسبريسيون ا بلس بي وعندنا هنا فاريابل افيشي هنا عندنا التكست ممكن تخلط باش تخلط دير الفيرغول بين حاجه وحاجه الحاجه اللي بغيتي دير دير لها الفيرغول شنو اخر عندنا هنا لافيشاج هذيك ديرت طلعت عطاني اشنو خاص يكون النتيجه ونيكس قال لي غتكتب ليا اشنو هما لي زانستركسيون نكتب باش يعطيني هذيك النتيجه عندي ا يساوي 5 بي يساوي 2 راني نكتب شي حاجه هنا ياك نديرو بعدا نكري باش افيشي لي هادشي يبان لي هادشي في الكرون اشنو غندير غندير غنجيبو هادي لهنا اكريغ écrit la valeur la valeur de la variable de la variable ou qu'on dira a on dira a 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 et 2 égal à 7. On écrit la somme de 2 فاش 2 خاصني نكتب 5 اذا غنخصص ليغيومي نسدو ليغيومي ونديرو ا ونعاود نحط العاوتاني ليغيومي اخرين فيها الاي اي وخلاص كاين عندنا بي فيرغول إيغال أ وين نديرو هنا أ بلس بي أ بلس بي مزيان خلاص خورا قال لك 5 مضروبة في جوج إيغال 10 كي غنكتب لها إكخي غاش 5 هي أ فيرغول هاديك النجمة فيرغول بي فيرغول فيرغول هاديك تساوي فيرغول ا مضربه في بي انا بلي بغيت يعطينا هذيك النتيجه نكتب هادش نجربوا هذه النت ونوقفوا ترى غير 3 راه شي خاص يتعاود بس نجيو عندي واحد البلوك ندير نديرو ا إيجالا 5 ب إيجالا 2 نكتبو دابا داكشي كيك برانس لا فالور دو لا فاريابل أ دو بوان وندير أ Et que la somme de la somme de A et
قال يقالوا نديرو اب فيرغول فيرغول ا بي ماجوسكول حيت البيتون تفرق بين ماجوسكول و مينوسكول برانس ا مضروبة ب ايغال ا ملتيبلي ا ب وي عطانا ديك النتيجة اللي بغينا راه وصلنا الناس الكتابة اللي بغا صافي هنا شنو عندكم هنا ديكريتور حتى لحظة جاي نكملو هادشي ديكريتور واخا واخا المهم ما نوقفتش جال هاي ثلاثة ما صارش كورس